واقفة هون وقلتي لي ما رح تترك الأرض. أنا بدي أحكي بكل باسم البيات كل هالولاد. أنا أم بعمري 58 سنة ربيت ولادي بدموع عيني. أنا رح يحرموني ولادي فلين اثنيناتهم، حرموا هالولاد كلياتهم، حرمون مستقبلهم. أنا يحرمون دم عينيهم لأنه حرموا ولادنا مستقبلهم. ولادي تركيني وفلين. أمين أمين أمين. وين بدي أكبر أنا؟ وين بدي أكبر؟ بيت علمي بدي أكبر. ولادي اثنيناتهم تركيني وفلين، وهدول هالولاد كليتهم، كيف بدها تعيش بهذا البلد؟ كيف بدها تعيش بهذا البلد؟ بلد التأثر على والدتك، والدتك زعلانة لما رح تفلوا بسبب أوضاع البلد. شو رأيك؟ أنت اضطريت تفلي ليه؟ موعدني بتكفي، أنا بعد عندي ماكسيموم شهرين بهيدا البلد وأنا فلي. خلصت ورقي وهجي، عمري 27 سنة، بعد لي 5 سنين مخلصة جامعتي، لا قدرت اشتغلت، ولا قدرت توظفت، ولا قدرت أأمن مستقبلي لبعدين، أنا شهرين وفيلي، تركت لهم البلد باللي فيه وفيلي، لأنه دولة لا بتحترم شعبها، ولا بتحترم حالها، ولا بتحترم ما بتحترم شيء، ما بتحترم حتى هو الإنسان. ماشيين اللي فيها، ماشيين اللي فيها بمعاهدات سلام والحفاظ على حقوق الإنسان، حقوق شعبهم وين؟ حقوق شعبهم أقل حقوقهم، أقل حقوقهم معيشية محرومين منها.